أعزيكم جميعا بوفاة زميلكم سي يوسف الله يرحمه. وربما نبدأ بهذاك السؤال نظرا يعني الطابع الإنساني الذي يحظى به هذا الموضوع هذا. وطبعا واحد من الأسس الحقيقية من أجل بناء يعني صحافة قوية هو هذا الإطمئنان على الجانب الاجتماعي والنفسي الذي سوف يكون طبعا مساعدا على العطاء وعلى الإنتاج. البارح كانت ندوة في الموضوع من ضمنها المعهد العالي للصحافة وشارك فيها وزير الثقافة السي مهدي بن سعيد وأيضا وزير المنتدب الميزانية. وكنظن واحد من الملفات اللي كان النقاش مركز عليها بقوة هو هذا الموضوع. موضوع ديال الحماية الاجتماعية اللي جابو صاحب الجلالة منصور هو موضوع يهم جميع الفئات. لكن التطورات اللي عرفتها المقاولة الصحفية اليوم يعني تطورات عديدة ومختلفة ومتنوعة وكنلقاو مقاولة صغيرة جدا. سيدي الوزير هذا الموضوع هذا ديال الحماية الاجتماعية ديال الصحفيين تطرق له اجتماعات سابقة هو ديال الفنانين. دونك هذا المشروع اللي جا صاحب الجلالة الحماية الاجتماعية الشمولية واللي كيهم المغاربة جميعا سواء منهم اللي كيشتغلوا ولا اللي مكيشتغلوش فكنظن بأنه جانب مهم منه سوف يهم الصحفيين واللي غادي تكون في الاجتماعات المقبلة غادي نجيبوا المراسيم التي كتوضح يعني كيفية الولوج. وطبعا المحاولات اللي منظمة وعندها هذا ما فيهاش إشكال، لكن الصحفي يتوقف في بعض الأحيان يتوقف عند عمالة ولا كيشتغل فريلانس ولا كيشتغل يعني حسب يعني التطورات اللي عرفتها المهنة. فهذه الأمور هذه غادي تجي في الأيام القادمة. المهم هو أن الورش ديال الحماية الاجتماعية باش ما نتكلموش على فئات دون فئات هو ورش يهم جميع المغاربة كيفما كانوا وأينما وجدوا وفي أي وضعية كانوا سواء كانوا في وضعية العمل أو التوقف أو غير ذلك.